الخطايا المتكررة. في ظل كل ما تعلمناه عن الخلاص يتبادر إلى الذهن سؤال مهم: ماذا عن الخطايا التي تتكرر في حياتنا؟ وماذا عن العادات الخاطئة؟ علشان نجاوب على السؤال ده هنرجع لمقطعين في الكتاب المقدس. الأول في مزمور 103 عدد 12 ويقول: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. واحدة من حيل إبليس الفعالة هي إقناع المؤمنين أن خطاياهم لم تغفر في الفعل، وبالرغم من الوعد الموجود في كلمة الله. فلو كنا فعلا قبلنا المسيح مخلص لنا بالإيمان وما زلنا نشعر بقلق ونتساءل عن حقيقة الغفران، فإن مصدر ذلك الشعور هو الشيطان. الشيطان بيكره أن الناس تنجو من قبضته، علشان كده بيحاول يزرع بذور الشك في أذهاننا حول حقيقة خلاصنا. إضافة إلى ذلك، أحد أكبر أسلحة الشيطان اللي بيحاربنا بيها أن يذكرنا باستمرار بخطايانا السابقة، ويستخدمها علشان يثبت لنا أنه يستحيل أن الله يغفر لنا ويردنا عن خطايانا. هجمات العدو تجعل الثقة في وعود الله ومحبته تشكل تحدي حقيقي بالنسبة لنا. ونلاحظ في نص المزمور أنه مش بيقول أن الله بيغفر خطايانا، لكنه بيؤكد ويبعدها تماما عن محضره، وده مفهوم عميق ويصعب على البشر إدراكه. عشان كده بيكون من السهل إننا نقلق ونتساءل حول حقيقة الغفران بدل من قبوله ببساطة. ويأتي السر في التخلي عن شكوكنا ومشاعر الذنب وتعزيز الثقة في وعود الله وغفرانه. النص التالي بيؤكد على الفكرة دي، وهو في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وده من أروع وعود الله لينا، يغفر لأولاده لما يخطئوا ويأتوا إليه بقلب تائب طالبين غفرانه. نعمة الله عظيمة جدا، وتستطيع تطهير الخاطي من خطاياه علشان يكون ابن لله. في إنجيل متى صحاح 18، لما بطرس سأل المسيح: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ يجيب المسيح إجابة لم يتوقعها بطرس ولا أحد: لا أقول إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. ربما كان بطرس وهو يقول إلى 7 مرات يعتقد أنه سخي وكريم في الغفران، لكن المسيح تحدى قوانين وحسابات النعمة عند بطرس لما قال أن الغفران لا نهائي لمن يطلبونه بكل قلوبهم. وده ممكن بس من خلال نعمة الله اللامتناهية والمتاحة من خلال دم المسيح المسفوك على الصليب. بسبب قوة المسيح للغفران نستطيع أن نتطهر دائما عندما نخطئ، إذا طلبنا الغفران بكل اتضاع قلب. لكن في نفس الوقت لازم نفهم من الكتاب المقدس لا يتيح للإنسان أن يعتاد على حياة الخطية ويظل يرى أنه مؤمن. علشان كده بولس في رسالته إلى كورنثوس الثانية بيقول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ كمؤمنين ممكن نتعثر، لكن لا نعيش في حياة مستمرة من عدم التوبة. كلنا لينا ضعفاتنا وممكن نسقط في الخطية حتى ولو بغير إرادتنا. حتى أن الرسول بولس بيقول في رسالة روميا صحاح 7 أنه فعل ما لا يمكن أو ما لا يريد أن يفعله بسبب الخطية العاملة في جسده. لكن رد فعل المؤمن هو كراهية الخطية: أنا أجنبي وغريب عن الخطية، والتوبة عنها وطلب نعمة الله للتغلب عليها. لما بيضعف إيماننا وننكر الرب زي بطرس بالكلام أو بالسلوك، حتى في الحالة دي بتفضل لينا فرصة للتوبة ونوال الغفران موجودة. واحدة من الحيل الأخرى اللي بيستخدمها إبليس هو أنه يخلينا نفقد الأمل في إمكانية غفران خطايانا وشفائنا واسترددنا. إبليس بيحاول يجعلنا ويقيدنا بالشعور بالذنب علشان نشعر أننا مش هنحصل على غفران الله. ولكن السؤال هنا: هل إحنا فعلا مستحقين لنعمة الله؟ الله أحبنا وغفر لنا خطايانا واختارنا علشان نكون في المسيح قبل تأسيس العالم، وده مش بسبب حاجة إحنا عملناها أو لينا فضل فيها، ولكن لمدح مجده. نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. لازم نفكر دايما أنه لا يوجد مكان نذهب إليه لا تصل إليه نعمة الله،
ولا يوجد عمق نهبط إليه لا تستطيع نعمة الله أن تخرجنا منه. نعمة الله أعظم من كل خطايانا، ونقدر نقبل نعمة الله دي أيا كانت حالتنا وموقفنا من الخطية. النعمة عطية من الله، ولما بنخطئ يبكتنا روح الله على الخطية مما ينتج فينا حزن مقدس. الحزن ده مش هدفه أن يدين أرواحنا كما لو كان مفيش رجاء، لأنه لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع. وروح التبكيت بداخلنا هي تعبير عن تحرك المحبة والنعمة، لكن مهم جدا نحذر من أن النعمة ليست عذرا للخطية، ولا نجرؤ على استباحة النعمة، بمعنى أن الخطية يجب أن تسمى خطية ولا يمكن اعتبارها أمر غير مؤذي أو غير سيء. يجب مواجهة المؤمنين غير التائبين بمحبة وإرشادهم إلى الحرية، ويجب مواجهة غير المؤمنين بحاجتهم إلى التوبة. النعمة هي طريقة حياتنا وخلاصنا وتقديسنا وحفظنا وتمجيدنا. كلنا مدعوين لقبول النعمة عندما نخطئ، بأننا نتوب ونعترف بخطايانا لله. أحبائي، السيد المسيح قدم لنا فرصة أن نكون كاملين في نظر الله، فمش ممكن أبدا أن نعيش في الخطية أو نستعبد لها. نعم، نحن غرباء وأجنبيون عن الخطية.